بسم الله الرحمن الرحيم السيد رئيس الحكومة المحترم السيدات والسادة أعضاء الحكومة محترمين السيد الوالي صاحب الجلالة السادة عمر صاحب الجلالة السيدات والسادة أعضاء المجلس الجهوي مجلس جهات فاس مكناس السيدات والسادة رؤساء المصالح أيها الحضور الكريم سيد رئيس الحكومة أريد أن أرحب بكم في مقر جهات فاس مكناس وأن أشكركم على هذه الزيارة لأن الاجتماع الذي جئتم من أجله وهو التواصل مع جميع فعاليات ومنتخبي الجهة تم بهذا الصباح وكان الحمد لله ناجحا بحيث أن الكل تناول الكلمة وكان صبركم يعني ممتاز والرد أحسن من ذلك ولهذا السيد رئيس الحكومة الآن يعني في هذه الجلسة نريد بطبيعة الحال أن كما قلت نرحب بكم لا أكرر ما قلناه نحن في مجلس الجهة نشتغل في إطار تنزيل الجهوية الموسعة كما أرادها صاحب الجلالة بطبيعة الحال هذا ورش طويل ويتطلب النفس الطويل والوقت ولكن الحمد لله يعني هناك تجاوب مع السيدات والسادة الوزراء مع وزارة الداخلية مع الوزارات التي لها ارتباط بالمجالس الجهوية ومعكم بالخصوص لأنني أعرف وأشكركم على ذلك الاهتمام الذي تولونه إلى الجهوية وتتبعكم لهذه الملفات ولهذا لن نزيد من شقاكم هذا النهار هذا يعني تحملت الكثير أريد بطبيعة الحال السيدات والسادة أعضاء المجلس يريدون الاستماع إليكم إذا كان ممكن وهناك كلمات قصيرة طلبنا من السادة رؤساء الفروق في مجلس الجهة أن يكون يعني كلمة لكل فريق مقتصرة في حدود لا تتعدى خمس دقائق ربع خمس دقائق لأن المهم وهو ما سيتبع هذه اللقاءات وما سنعمل عليه سويا لإخراج المشاريع إلى حيز الوجود وشكرا لكم سيدي بسم الله الرحمن الرحيم أيتما دي ستما زول في اللون إخواني أخواتي إخواني السلام عليكم هذا هو المعنى ديالها أنت تما سكوسة مينو سكوسة مباركي سكوسة غدن فعلا كان هذا الصباح واحد لقاء غني جدا وأنا أعد بأن نهتم بمختلف الملفات التي أثيرت وخصوصا أنه أغلب المتدخلين زودونا بملفات بعضها ثقيل وسمين وهذا مقاربة جيدة لأن بعض المرات الكلام يظهر بعضه ويخفى بعضه ولكن إذا كانت الوثيقة ومسطر ذاك الشيء ومقد مزيان كتساعدونا باش نساعدونا الإخوان باش الأخوات باش نتبعوا الأمور ونتعرفوا على الهموم ديالهم اللي كت عبر على هموم وانتظارات المواطنين اللي كيمثلوهم ان شاء الله سنعمل جاهدين على تتبع مختلف الاتفاقيات والمشاريع المبرمجه وعلينا جميعا مسؤوليه ان نرفع درجه الحكامه الجيده فيها كما تعرفون فإن الحكمة الجيدة هي الضمانة لنجاح هذه المشاريع ولفعاليتها على الأرض وأيضا كما أقول دائما في المجلس الحكومي للوزراء لم يعد مسموح باش ننتظروا إلى حين أن تتفاقم الأوضاع في ملف من الملفات أو في مجال من المجالات كي نتدخل يجب أن يكون التدخل للمسؤول تدخل استباقي
استباقي يستبق الإشكالات النتائج السلبية لبعض الأوضاع ولبعض القرارات ويتفاداها، فهذه هي المسؤولية الحقيقية، وهذا هو التدبير الجيد للشأن العام، يكون تدبير راقي، وهذا جزء من المسؤولية ديال أي مسؤول على أي مستوى، سواء كان حكومي في الحكومة أو سواء كان على المستوى الترابي أو سواء كان على مستوى الترابي يعني على مستوى السلطات الإقليمية والمحلية أو كان على مستوى الجماعات الترابية. وكما قدم أعضاء الحكومة منذ قليل، كل واحد فيهم قدم واحد ملخص موجز لكيف يتصور تدخله في المرحلة المقبلة، وإن شاء الله غادي ندير جهدنا باش ننتقلوا إلى مستوى أعلى للمقاربة. إحنا واعيين كما قلت في البداية الكلمة ديال الأولى بأن هناك جوج أمور ضرورية هي اللي خصنا نخدموا عليها في المرحلة المقبلة، وإحنا مشتغلين عليها، ولكن بقي شوية ديال الإتمام الورشين كنحتاجوا شوية الوقت. الورش الأول هو اللا مركزية، هو اللا تمركز، أعتذر، اللا تمركز هو واحد الورش الذي أمر به جلالة الملك على الأقل 13 مرة دابا، ما بين خطاب ورسالة، وأغلبها خطابات، 6 الخطابات ملكية منذ 2002، وهي تطالب بإخراج ميثاق اللا تمركز، وآخرها الخطاب الأخير لجلالة الملك. مع الأسف الشديد ما خرجش لحد الساعة. احنا بمجرد ما جينا في هذه الحكومة، وأنا شخصيا اهتميت بهذا الميثاق اللا تمركز، ونسقت مع عدد من القطاعات المعنية وخصوصا الداخلية والمالية والوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، لأنهم ثلاثة اللي عندهم علاقة مباشرة بهذا المرسوم، والإدارات الأخرى كلها عندهم علاقة غير مباشرة بطريقة من الطرق. وفعلا عقدنا عدد من الاجتماعات، ودرنا على مستوى رئاسة الحكومة التحكيم في بعض القضايا اللي كان فيها خلافات بين هذه القطاعات، وكملنا هذه عملية التحكيم، ونحن في الأيام الأخيرة للصياغة القانونية لدى الأمانة العامة للحكومة. ويمكن نقول لكم أنا شبه يوميا وأنا أتابع هذا الورش. إلى خرج إن شاء الله هذا ميثاق لا تمركز غادي يولي قفزة جديدة في علاقة الدولة بالمجال. وبطبيعة الحال خروج ميثاق لا تمركز ليس إلا بداية، ليس هو النهاية، وإنما هو البداية، لأن التطبيق دياله ونقل الاختصاصات والصلاحيات ونقل الإمكانيات البشرية والمادية أدار واحد مشوار طويل، وإحنا واعين بالصعوبة دياله، لأن اللي عنده شوية السلطة كيجي صعيب يغطي ولا شوية. حتى التفويضات لاحظتوا أحيانا تفويضات المسؤولين كيجي صعيب يعطي تفويض لشي واحد، وخا يكون هو تحت المسؤولية دياله باش يعطي التفويض ديما كيتلكى ويقدم رجلا ويؤخر أخرى. فهذا خصو واحد البيداغوجية خاصة، وخصو مواكبة، وخصو إلى آخره. وإحنا درنا واحد البرنامج أولي لهاد المرحلة ما بعد صدور الميثاق ديال لا تمركز، وإن شاء الله نحن متفائلون بإذن الله بنجاح هذا الورش. إلى طبقنا منه واحد 30-40-60% سنكون سعيدين باش نعطيو الحكومة الأخرى واحد الوضعية في هذا المجال أحسن مما ورثناها. هذا هو المسؤولية، إلى ورثنا شي حاجة نعطيها اللي بعد منا بأحسن مما ورثناها، ولو قليلا 10% ولا 30% ولا 60% اللي قدينا عليه. الملف الثاني وهو التعاقد، هذا حتى هو لأول مرة كيتم التفكير فيه، ولأول مرة وأنا علمته في بني ملال لما كنا في بني ملال، ماشي اللي تمول كيتم التفكير فيه، كاين تفكير قبل بكل صراحة، هذا ماشي تعبير دقيق، ماشي صحيح، كان هناك تفكير، ولكن احنا دابا لأول مرة خدينا هذه القضية بجد باش نحولها إلى واقع. كان هناك محاولة بكل صراحة، باقي ما كاينش اتفاق على كيفاش غادي نديروا لهاد عقد البرنامج بين الجهة وبين الدولة. بقي هناك واحد العمل كيدار للاستفادة من التجارب الدولية لصياغة واحد تصور واضح كيفاش غادي نديروا، لأن هاد البرنامج ديال التنمية الجهوية البيدير، البرنامج التنمية الجهوية كيفاش غادي نديروا نحولوه إلى واحد تعاقد بين
الدولة ممثلة في مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والجهة. هذا بطبيعة الحال ميثاق لا تمركز عنده علاقة به، لأن اليوم غادي يدار مع السلطات المركزية، ولكن غدا بمجرد ما كنديروا لا تمركز غادي يدار مع الإدارات الجهوية. أنا ذاك هاد الصلاحية هذه غادي تنقل، مثلا غنقولوا جهة فاس مكناس عندها ميزانية كذا في التجهيز، الإدارة الجهوية هي اللي كتدبرها. عندها ميزانية كذا في الصحة، الإدارة الجهوية كتدبر. والإدارة الجهوية بما أنها في الجهة كيسهل عملية التفاوض وصياغة التعاقد، لأن غادي يولي أنا ذاك كل شيء جهوي. إذن هذه واحد غادي تكون تسهل هاد التقوية ديال الجهوية المتقدمة. هاد جوج الأوراش أنا كنعطيهم أهمية كبيرة وبكل صراحة يوميا أنا اشتغل عليهم، ولكن ماشي بهاد السهولة اللي كان نوع وما ورشاني صعبان، وإلا ما بقاوش من هاد 20 عام حتى اليوم تيوصلونا. سين واحد المرة كان جاو عندي شي فئة، لأن عارفين بأن في هاد الشيء ديال الموظفين بالخصوص، ولكن خارج الموظفين كاين بزاف ديال الفئات، كاين القطع اللي فيه 3 4 الفئات عندهم اشكالات قديمه، بعدها 20 عام 25 عام، بعدها من 82 فهمتيني، وهما تظلموا ديك الساعه صحيح وكيطالبوا باسمه، وانا كيجيو عندي وبعض المرات كيبداو يضربوا الهاتف يوميا. نقول له يا صاحبي انت عطيتيني الملف، خليني بعدا غير واحد شهر شهرين 3 شهور نفكر في الملف، لانه كون كان ساهل وكنت تحل شحال هادي، كون كان سهل وكون اللي فاتوا راه حلوه. دابا هذوك اللي بقاو من هذوك القدام غير ملفات اللي عويصه. فحتى وصلت عندي عاد خص السرعه، حد كيحسبوا بالايام وبالاسابيع. ولكن احنا عندنا الاراده باش نحلوا هذه المشاكل. احيانا يعجز الانسان لان هناك عوائق اما قانونيه اما نظاميه اما عوائق اخرى، ولكن بالخصوص قانونيه، لان القوانين تطورات تعقدات، ما بقاش المسؤول يمكن ليه يدير غير هذاك الشيء اللي مقتنع به يديرو، ولكن داك الشيء اللي مقتنع عليه خصو يتمشى مع القانون. القانون فيه حواجز وفيه شروط وفي الى اخره. ف نفس الشيء هاد لا تمركز وهاد عقد البرنامج بين الجهه والدوله حتى هي خصها، ولكن احنا ان شاء الله عندنا العزيمه وعندنا الاراده باش ننجحوا ان شاء الله هاد جوج الاورش. وانا كنظن بان الا نجحوا هاد جوج الاورش غادي يأثروا تأثير كبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الجهوي. غادي يختصروا على الدولة كثير من الجهود، كثير من الأموال، ويختصرون على الدولة كثير من الأخطاء، لأن هذاك المركزة ديال كل شيء كتخلي الدولة يرتكب أخطاء. أنا سولني واحد الصحفي قبيلة ما عرفتوش لا ماب ولا شي واحد شنو هي الفائدة، فاش جيتو إلى آخره قلت لي على الأقل حنا جينا وسمعنا، لأن في الرباط كيوصلني داك الشيء في الورق، وهذاك في الوراق كنلقاه ما كيجينيش حار بالحراره ديال الانسان اللي كيتكلم قدامك وكيقول لك وكتحس منه المعاناه، ولا كتحس منه